الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد، منك خير الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بعزتك شر ما قدرت وقضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، ونسألك خير النجاح، اللهم، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وارفع درجاتنا، واغفر خطايانا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا، وثبتنا وثقل موازيننا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عافنا اللهم واعف عنا، وعلى طاعتك رب أعنا، وعلى غير باب
بك رب لا تكلنا، وعلى الإيمان جمعا توفنا، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، ها نحن دعوناك واقفون ببابك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله